السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان. شحال هادي ما درتش فيديو؟ هادي راه 7 شهور يمكن ولا 8 شهور ما درت شي حاجة. المهم اسمحوا لنا على الغيبة، وباقي نزيد نطول عليكم واحد شوية. المهم بغي نقد برنامج اللي نبقى نخدم عليه، مثلا يكون عنده المواعيد ديالو، يكون عارف الناس فوقاش يكون في السيمانه وشي حاجه، فهمتي؟ ما بغيتش داكشي عابث الفلوكات وداكشي، ما بقاش عاجبني. بغيت برنامج، داكشي اللي خدام عليه ان شاء الله. فاش نوجد نكون معكم ان شاء الله. المهم هاد النهار تكون حلقه كادو الناس اللي متبعيني، واخا هما قلال، اللي بغيني نوصل لشي حاجه بحال هكا. المهم شكرا لكم، هاد الحلقه كادو. المهم هاد الحلقه شنو يكون فيها؟ كنا عندنا الفيسبوك، كنا كنبوستيو التصاور ولا المنشورات ديالنا ولا شي حاجه، كنبغيوهم يوصلوا للجيمات بزاف. غنوريكم طريقه في توصلوا جيمات شحال ما بغيتو نتوما، وجيمات حقيقيين، ماشي شي جيمات ما عرفتش كيسميو الاخرين فيرتيال. المهم جيمات حقيقيين مع الناس حقيقيين، صافي. شحال ما بغيتو توصلهم؟ 1000، 2000، 3000، 4000، نتوما شحال ما بغيتو، فهمتوني؟ المهم انا الاول فيديو بغيت نبان معكم هكا باش نوصل لكم هادشي اللي وصلت لكم، ودابا نخليكم مع الطريقه. اوكي شكرا. نسيت ما قلت لكم بان الطريقه منضمونه ومجربه 100%، جربتها انا من الاول عندي عاد باش درت عليا الفيديو وانا معاكم. صافي، باي باي. نبداو الشرح ديالنا ان شاء الله. المهم قبل ما نبداو ديروا ابوني وجيم لهذا الفيديو الى عجبكم، وتسناو جديد ان شاء الله قريب. المهم نبداو الشرح كما قلنا غيكون على البوستات الفيسبوك، سواء صوره او ستاتي او منشور كما كان، كيديروا نزيدوا له عدد لايكات. ناخذ هذه الصوره ديالي كمثال، نشوفوا شحال فيها من جيمات باش نشوفوا الطريقه واش فعاله ولا لا. مهم الصورة ديالي فيها 1085 كما شفتو، 1085. ندوزو للطريقة، ندوزو لهاد الموقع، غنخليكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. غنسجلو فيه الطريقة ديال التسجيل، سهلة. غنكليكيو هنايا كليك هير، غتنبعتلنا هاد النافذة هادي، غندخلو الايميل ديالنا في الخانة الأولى، والخانة الثانية ندخلو الباسورد، الكود ديالنا ديال الفيسبوك، الحقيقة الفيسبوك ماشي باش تسجل في الموقع. ندخلوه، نكليكيو هنا جيت توكن. شنو هو التوكن؟ التوكن هو واحد الرمز كيعطيوه لك، هو اللي كيسمح لك باش تدخل تربط الموقع مع الفيسبوك ديالك. وهذا الرمز ديما كيتبدا ب او ا ا، نقلبو عليه هنايا، ها هو هنا او ا. كنكليكيو دوبل كليك باش كيتكوبا غير داك الرمز اللي باغينا، حد داك المزدوجتين. نديرو لو كوبي، نرجعو للصفحه الاولى ديال الموقع، نجيو للخانه الثانيه ونديرو كولي لداك التوكن اللي هزينا. كولي الخانه الاولى، نكتبو فيها داك الكود الكاباتشا، دايره حاله باينه، نكتبو داك الكود ونكليكيو هنا في الساب مايت. انتظروا واحد الثواني، هو كيدخلنا الواجهه الرئيسيه للموقع. هنا عندنا جوج خانات، داك يوزر اوتو رياكشن ولايكر، لايك جيمات، رياكشن هي نتا انتوما تشوفوا تاعك القليبات وداك الرموز اللي كيكونوا في فيسبوك، هما لوف، واو، هاها، سيد، انغري، غاضب، وداكشي راكم عرفتوا هادشي ديالاش. المهم حنا ناخذ مثال في الاول على لايكات جيمات. انكليكيو في الخانه اللي بالازرق از اوتو لايكر، انكليكيو عليها، يعطيونا اخر ستاتيات ولا المنشورات اللي حطينا في الفيسبوك ديالنا، هما هما التوالي اللي حطيت انا. الخانه الاولى ديال اخر منشور اللي هو تاع الصوره اللي غنجربو فيها. كما كتقراو انا مصمم على بلوغ الهدف، نشوفو واش هي الصوره ولا لا. انا مصمم، اذا هي الصوره.
نديرو نبركو على سبمايت، نتسناو بضع ثوان تقوم زيادة اللايكات اوتوماتيكيا ايتزادو اللايكات كما شفنا في الاول كانت عندنا 1085. نشوفو دابا شحال اتولي. العملية تمت بنجاح. نشوفو شحال ولات دخلوا الفيسبوك او ما اللايكات كما كتشوفوا كيطلعوا. نديرو ريفريش للباج باش نوليو نشوفو شحال ولات مجيمات. من بعد ما قمنا بالريفريش للباج ديالنا نشوفو عدد جيمات شحال ولا. في الاول كانوا 1085، دابا 1000، ضروري تكون 1000، 1109. اذا تزادت 1109. ولكن فين هما 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 اللي قلت لكم في الاول؟ نزيدو 5000 جيم. في راه الطريقه هي نرجعو للموقع، نتسناو دقيقه و45 بالضبط ونوليو نقوم بنفس العمليه. اذا يوليو يتزادو لنا عدد جيمات، وما كاينش حد اللي كيعطي لك الموقع شحال خصك تستعمل. يعني غتبقى تعاود نفس العملية، غتوصل واحد نص ساعة ولا ساعة كاع راك توصل 2000 و3000 جيم. هادي هي الطريقة. دابا ندوزو نجربو الطريقة في داك الرياكشن اللي قلنا، داك لوف و داكشي. نجربو هانتوما فاش كيتسالى العد التنازلي كيعطيك الريدي. الريدي يعني يمكن لك دير مرة واحدة أخرى. نجربو نشوفو شحال عندنا. 1109 كما قلنا. نبركو مرة أخرى نشوف واش يولي تزاد ولا لا. هانتوما تلاحظو فاش ندخل الفيسبوك تشوفو جيمات كيطلعو، داك النوتيفيكاسيون ديال الجيمات كيطلعو، يعني جيمات حقيقيين. هانتوما هاهما الجيمات، جيمات كيطلعو. نديرو ريفريش عاوتاني باش نشوفو شحال ولات. كما لاحظتو كانت 1085، ولات 1109. دابا نشوفو شحال. دابا نشوفو كانت 1109، دابا 1132، 1132. إذن ولاو تزادو عاوتاني. وهذه الطريقة. دابا ندوزو نشوفو داك الرياكشن اللي قلنا. ندوزو بعدا للفيسبوك نشوفو داك الصورة. اوتو رياكشن، نشوفو الصورة شحال فيها من جيمات، ماشي جيمات لوف، داك القليب فيها 47، 47. نمشيو للموقع، نكليكيو على داك اوتو رياكشن اللي بالخضر هادي، نختارو ان رياكشن اللي بغينا، واش لوف ولا واو ولا ها ولا. المهم حنا بغينا لوف قليب، نكليكيو عليه، نكليكيو على سبمايت. ننتظرو كيف العادة واحد 5 ثواني ولا 10 ثواني كاع. هي العملية تمت. نديرو ريفريش او نتوما كما كتلوحو، كما كتلاحظ عفوا كيطلعو جيمات، ماشي جيمات داك لوف. نديرو ريفريش باش نشوفو شحال ولات. كانت 47، دابا هانتوما كتلاحظو تزادت، تزادت. اذا العملية ناجحة في جيمات، في داك لوف، العملية ناجحة في كلش. جربوها وما تندموش، وان شاء الله يعجبكم الحال. وكنتمنى ابوني اللي ما مشتركش في القناة وجمل الفيديو باش تحفزوني ونجي نعطيكم الحاجة الجديدة، وان شاء الله يكون خير.